محمد عبد الفهربسي، انا المدير التجاري ديريكتور كوميرسيال في ادفانس تونيزي. اليوم نحن في سيدي بوزيد ندشنوا في فرعنا رقم 14 اللي حليناه السنه في جوان 2019 في سيدي بوزيد. الفرع هذا الميزه نتاعو انه فرع مركز خاصه على القروض الفلاحيه، على قرض سابا، قرضنا الفلاحي اللي هو مصمم بطريقه اللي تخدم احسن واكثر وباكثر امباكت، باكثر اثر الفلاحه والفلاحه في سيدي بوزيد. اليوم شرفنا السيد الوالي والسيد المعتمد، معناتها جاو ساندونا في الاوفرتور بتاعنا في 4 أشهر تقريب خدمه، توا مسينا 300 حريف من ولايه سيدي بوزيد من المعتمديات، زاده ما نخدموش كان في مركز الولايه. اعطينا تقريبا 1,800,000,000 قروض من اللي بدينا معناتها في جوان حتى كشي لليوم. فوالا تقريبا فما 25 موظف، اللي 20 منهم في فرع سيدي بوزيد، 20 منهم ولاد الجهه ولاد المنطقه، واللي الحق معناتها رافقونا ويعاونوا فينا بالقدا اليوم في انه نخدموا خدمه صحيحه ونتوجهوا للناس اللي بالحق في حاجه للقروض نتاع ادفانس، واللي هما في حاجه لي سوليسيون نتاع فينانسمون نتاعنا. عسامه مرحبا بكم سي معياري، ديريكتور اكسبلوتاسيون ادفانس تونيزي. مرحبا بكم في فرعنا رقم 14 في سيدي بوزيد. اليوم جينا لسيدي بوزيد باش ندشنوا الفرع هذايا اللي هو حبيناه ترسيخ للاستراتيجيه نتاعنا باش ندخلوا ونكوفريو المناطق الكل في الجمهوريه التونسيه. مازالت هذه مرحله من الكروسانس نتاع ادفانس تونيزي، ومازلنا ان شاء الله باش نواصلوا الديفلوبمون نتاعنا في الاعوام الجايين ان شاء الله. ديجا عندنا بعد سيدي بوزيد فرع اخر حل في بنزرت، واحنا في الاستراتيجيه نتاعنا باش نكونوا متواجدين في المناطق الكل نتاع الجمهوريه التونسيه، مش كان على طريق الفروع. عندنا استراتيجيه كامله نتاع استراتيجي ديجيتال دو ديفلوبمون باش نمسوا حرفانا اللي بعاد على السيرفيس فينانسيي. احنا باش نقربوا غدوه ان شاء الله للحرفاء نتاعنا على طريق التطبيقات الرقميه الجديده، وعلى طريق البطاقات هذيك الالكترونيه، باش نوليو ان شاء الله في القريب العاجل، معناها انطلاقا من سنه 2020، باش نقوموا بعمليه لي ديكيسمون اي زاد لي رومبورسمون نتاع الكريديات نتاعنا بطريقه كومبليتمون ديجيتال. ما عادش الحريف يستحق باش يجينا من المعتمديات ومن المناطق اللي بعيده على لي سيرفيس هذوما، نوليو احنا نمشيو له على طريق الوسائل الرقميه هذه الجديده. حاجه اخرى في السنوات القادمه ان شاء الله اللي نحبوا نرسخوها، احنا باش نزيدوا دي برودوي جدد، باش نوليو ما عادش كان كما قلنا والشعار نتاعنا ادفانس اكثر من مجرد قرض، باش نوليو ان شاء الله نقدموا دي برودوي داسيورونس للكليون نتاعنا، باش نحميوهم ما عادش كان حتى في مشروعه، نحميوه حتى في حياته الشخصيه وعلى وفي صغاره وفي عائلته. التامين اليوم هو حاجه مهمه ياسر بالنسبه لنا للكليونات نتاعنا، باش تكون ان شاء الله منظومه كامله ما عادش فيها كان القروضات. حاجة أخرى زادة إن شاء الله في المستقبل القريب نحبوا نديفلوبيوها ديما على طريق الديجيتال، هي التكوين بيرسوناليزي للكليونات. ما عادش باش نعملوا جوست دورات تكوينية معناها جينيراليست، باش نكونوا للفلاح نعطيوه اكزاكتومون التكوين اللي حاجته به، والبعث المشروع والقطاعات الصغرى الحرفية ولا التجارة ولا لي سيرفيس، هذوما الكل إن شاء الله مشاريع في ادفانس 2025 ان شاء الله، باش نكونوا بحول الله معناها اوفر كومبليت انتجري للحرفاء نتاعنا.